قص شعره من شعري بس اشو اعطاني 10 دنانير، اذا تبون عادي اسوي لكم خصم. انا اسفه يما، ما كنت ابي اقول لك فضايقك وانت حامل، بس لازم تعرفين كل شيء قبل لا يطيح الفاس بالراس وتسوي له توكيل. شنو اللي بتسوين الحين يا حبيبتي؟ شنو مصير الياهل اللي ببطنك مع ابو كذاب؟ اميره سويت له التوكيل. ايش فيك؟ ايش فيك صاير؟ جبار جبار. مات؟ لا ما مات. شنو عيل؟ جبار فتح عينه وبحلق فيا وطلقني. يعني فتح وشافك؟ ما يلا من ريال. بعدين يا حبيبتي انت بناديتني من شغلي، هاد الشغل يتشاركب على خالي بلاش، ينيت انت انا شكو يا جبار. بعدين سمعيني، ترى غراب وبومة ما يتوالمون. روحي فين غراب وبومة؟ ايش كان فيها أميرة؟ إذا المرأة أخلصت وصدقت فمعناتها هذه أخلاقها، وإذا الرجال استغل هذا الإخلاص وهذا الصدق فمعناتها هذه أخلاقها مو غبا منها ولا شطارة منها. ما لها الحج الحين؟ في أحراف الحياة وقوانينها، إذا الشخص خدع شريك حياته راح يترك شرخ كبير بداخله، إذا سامح بيبرى الجرح بس راح يترك أثر كبير، وإذا غلط مرة ثانية وثالثة بس خسر كل شيء، هدم كل شيء. أدري إنك دريت، صدقيني أنا ضحية، هذيلا ربع السوء. أنا حاولت أعزل نفسي عنهم بس ردوني على الطريق الوسخ. ضحية؟ هي صح، أنا الضحية، أنا الغبية الطوفة الهبيطة اللي أنت استغليت طيبتي وحبي لك. سبحان الله، ربك لما بيكشف إنسان يكشفه بكل بساطة. أنا الضحية بالقصة كلها مو أنت. فاخرة سمعيني، فاخرة فاخرة سمعيني، وخر سمعيني، خليني أكلمك سمعيني. وخر آسف آسف فاخرة، خليني أكلمك فاخرة. أنت زينة؟ بطل الباب. آسف أنا آسف. أنا زينة. آسف أعطيني فرصة آخر مرة، بطل الباب. ما راح أبطل لك الباب، ما بيك تشوفني وأنا أبكي لأنك ما تستاهل دموعي. أنا غبية وايد ظلمت نفسي. نوح أنت وايد في ناس حولك، أنا ما في أحد حولي. أنا لما قررت أني أعيش مرة بروحي ينظروا فيها المثل أنها عايشة حياتها من غير ريال، لأن شفت رجعت وجهك
خلتني أغير كل قراراتي. ما توقعت إني برد أعيش بالكدر والقثة. أنا وايد تعبان، أنا وايد. حبيبتي بطل الباب. مرحب. كلميني واجهيني بطل الباب. إيش تبي؟ ما بقى شيء. انت بس تسكتين؟ لا سكتي يا معوده. خسران خلاص. اوه خلاص خسران. فجور خسران خسران فجور خسران. هو هذا المدرب لو يطلع بس احنا بخير. لا انت ما تعرف تقول. لا 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 ما تعرف. شوفي اساسا قلت لك متوسط ومنا هو. لا اقول لك كله ما يعرف يلعب. قول منا هو كيف اجمع بلا رسمي. انت مينونه صح؟ خير. انت شنو ماكو كرامه؟ للحين هني قاعده شو تسوين؟ تراقبيني؟ انا اراقبك؟ لا رسمي انت سايكو، ايش فيك؟ هذا بيتي، هذا تعرفين انه بيتي صح؟ انت اللي نعم ايش تبين؟ انت اللي واقفه قدام بيتي قاعد تجسسين نعم. ما عرفت لك. انت مو كنتي هذا البيت وما تبينه وعايفه اللي داخله وزايعه انور بكبره؟ شو اللي ردك؟ ولا خلاص؟ صار حلو بعينك بارد على قلبك يوم انك دريت اني احبه وناويه ان شاء الله بحيل اللي ما تنام عينه اني اعوض على سنين الظلم اللي ذاقها من وراك. سمعيني يا هند، عويض الله من شرك. زلفي برا بيتي الحين ولا ترى والله ابلغ عنك واردك النظاره الخايسه اللي كنتي فيها. لا واللي عافيك كويس الله يخليك لا تبلغين. هبت لايك على جوالك. قاعد اسمعك شنو احس امي؟ قول لهم انك مهددتني بالقتل وقاعده تسبيني وتغلطين علي بعد يا عقلة الاصبع. انا عقلة الاصبع؟ الاصبع تستحين فايزة جليلة حية فايزة يلي ما تستحين برا. طقيني بعد؟ اطقك الحين وبعد برا 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 بيتي. روحي برا 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 يلا برا برا يلا. فايزة فضحتونا بالفريج. انت ولك ما اسمع حسك. وعلى فكره ابيك تروحين تبلغين عني يا حبيبتي، بلغي عني قولي اني مديت ايدي ما وصيت. ها بس تصدق عاد الشرها كلش مو عليها، الشرها عليك انت معطيها وي وجايب لها باقه ورد. انا اي باقه ورد؟ ليش باقه ورد؟ ليش اللي ما تستحي على وجهك؟ زين يعني الحين امي ردت البيت انها غيرانه من هند؟ هذه مينونة تسويها تروح تبلغ عن أمك. هذه مصر قاعد تسويها. نلحق على أمك. يمشي يمشي يمشي. يا ربي يا ربي عطيني التليفون. هندو عطيني التليفون. ماني معطيك إياه. عطيني التليفون خليني أدق الشرطة. ماني معطيك إياه. وهدي عطيني أقولك. هندو عطيني التليفون. غبية أنتي يا غبية. سمعي كلامي، إذا اتصلتي على الشرطة وبلغتي عن فايزة أنور راح يكرهك. ما حد يعرف أختي أكثر مني. خليك هادية وعلاقتهم ما راح تدوم. أنتي في الأخير علاقتك راح تنجح. شلون طافتني هذه؟ أصلاً أنور من يشوفك مسامحتها راح تكبرين بعينه وتطلع هي الشينة. أنتي مو قلتي ساعديني؟ أي والله طلعتي قول وفعل يا فايق. كاني ساعدتك. يعني أنا أول مرة أحس إن في شخص بهالسلالة والفصيلة هذه أبناء تشلثم يسوى، ولا العائلة كلها ما تسوى بيزة. يلا عاد يلا على الغلط. لا حبيبتي أبوسك أبوسك عرّس بعد تشتبين عمري. أنت هات تليفونك. ما أسوي شيء حبيبتي. تتكلمي كذي اسمي خالف. بعد معاناة طلعت روحي. وبعدين
زين حد الله يعينكم. اي يلا حبيبتي باي 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 سلام. بشرني دكتور شلونه؟ للأسف من الفقرة. دكتور نوح كان بيعاني من تآكل في بعض الفقرات في ظهره، والوعي اللي وقع كانت شديدة عليه، أثرت على فقرات أسفل الظهر وسببت شلل نصفي في المنطقة السفلى من جسمه. أحياناً نضطر نتنازل عن الحلم لأن صحتنا راحت. وبنقعد نعيد حساباتنا ونرتب أحلامنا اللي خذلتنا ونبدأ ننحاش منها لأنه ما راح نقدر نعيشها مرة ثانية. هذه آخر مرة راح تسمعين فيها صوتي، وعلى كثر ما كنت أقول لك أحبك، حتى بريها ما أحبك.